أن الممرضين وتقني الصحة خرجوا اليوم في وقفات جهوية متزامنة في مستقل الجهات الجنوب خصوصا في عبر ربوع الوطن، تقول بأن المطلب الحيوي والملح في هذه الظرفية هو العدالة الأجرية. تقول العدالة الأجرية المدخل ديالها هو 3000 درهم صافية لا تنازل عنها في الاتفاق اللي كانت نتأمل فيه خيرا في نهاية هذا الشهر، الاتفاق التقني بعد ذلك الاتفاق العام اللي دار مع مديرية الموارد البشرية في الدار البيضاء نهاية الشهر الماضي جانفي 2023. تقول لا تنازل لأن الممرضين هي الفئة الوحيدة اللي لم تستفيد عبر سنوات، دابا من 2017 لم تستفيد في الزيادة في الأجر الثابت، كانوا واحد الإضافة ديال سنوات اعتبارية، ولكن هذا اللي ضر الرماد في العيون. تقول كاين وعد حكومي ديال من السيد رئيس الحكومة الحزب رئيس الحكومة اللي كيترأس الحكومة في الانتخابات، كانوا قالوا بأن غيزيدوا في إطار إصلاح الورش وتحفيز المهنية الصحة غادي تزاد الممرضين والأطباء. تم الاستجابة لملف الأطباء بزيادة في الهندس 590 تزاد لهم 4000 درهم صافية في الأجرة ديالهم، تهنيهم على الاستجابة المطلب ديالهم. وبقاو الممرضين وتم الإقصاء ديالهم ثاني من 2022 دار اتفاق تسموه اتفاق المهزلة لأنه لم يستجيب للطموحات والمطالب الممرضين العادي لهم مشروعها. تقول حان الوقت لإنصاف الممرض المغربي، حان الوقت للاعتراف بالتضحيات ديال الممرض المغربي، تضحيات جسام تشوفوها شفناها في كورونا، شفناها في زلزال الحوز والاقاليم المجاوره، كانوا تضحيات جسام، فقدنا ارواح شهداء تنترحموا لهم في هذا النهار واصابات في كورونا العديده. تقولوا لماذا تنكر الممرض المغربي؟ لماذا الانتقائيه ولماذا التمييز ولماذا الاقصاء ديال الممرض المغربي؟ حان الصوت، دابا جينا نوصلوا الصوت ديالنا، الرساله خصها تكون وصلت للرئيس السيد رئيس الحكومه وللوزير الصحه والحمايه الاجتماعيه، لا تنازل العداله الاجريه المدخل ديالها، التعويض على الاخطار المهنيه، علاش كاين هذا الحيف والتمييز؟ كاين خصنا انصاف التعويض على الاخطار المهنيه، لان الممرض هو الاكثر عرضه وتقني الصحه الاكثر عرضه للامراض المعديه، هو الاكثر التصاقا بالمريض، هو اللي على مدار الساعه ثقه بالمريض، هو الاكثر اكومبانيمون للمريض. تنطلبوا الحكومه باخذ هذه النقاط والوزاره باخذ هذه النقاط بعين الاعتبار والاستجابه الفوريه للمطالب ديالنا العادله والمشروعه ولا محيده لها. احنا اليوم من امام المديريه الجهويه لجهه سوس ماسه بصدد تنظيم الوقفه الجهويه التي دعا لها المكتب الجهوي للنقابه المستقله للممرضين وتقني الصحه، والمصاحبه لاضراب البارح 9 واليوم 10 يناير 2024. عبر هذه الوقفه كان اللي كاينه في جميع كاينه في معظم الجهات، كاينه في بزاف ديال جهات الجنوب. عبر هذه الوقفه كنقولوا للوزاره الوصيه على القطاع وعلى الوزاره الماليه ولرئاسه الحكومه بانه ان الاوان لانصاف الممرض المغربي، فانه بعد النكبات اللي دازت كاين اتفاق المهزله ديال 2006 اللي تزادت فيه الممرض 100 درهم وحيده، 100 درهم مهينه، وكاين اتفاق ديال فبراير 2022 اللي تم فيه اقصاء الممرض جمله وتفصيلا. فاحنا كنقولوا لهم اليوم أنا الأوان لإنصاف الممرض المغربي، وأكبر مدخل للإنصاف هو العدالة الأجرية، واللي أكبر مدخل لها هو الإنصاف في التعويض عن الخطأ المهني. فلا يعقل أن الممرض المغربي كيتقاضى 1400 درهم كتعويض عن الخطأ المهني اللي كيمتد معاه طول المشوار ديالو المهني، ومعنا فئات في القطاع المقدمة للعلاجات كيوصل التعويض ديالها حتى 5900 درهم. فكما كنعرفوا جميع أن الخطأ المهني خطر واحد يستوجب تعويضا واحدا، وبأن أن الممرض هو الأكثر عرضة للخطر بصفته هو الأكثر اللي كيقدم 80% من الخدمات العلاجية بشهادة منظمة الصحة العالمية، وكذلك لأنه هو الأكثر عرضة للخطر هو اللي كيشتغل في الفيافي والجبال كممرض متعدد التخصص كقابلة كتشتغل وسط الخطر المهني وسط العدوى، كتشتغل هي اللي كتقوم هما اللي كيقوموا بالنقل الصحي اللي خلف ضحايا، النقل الصحي اللي خلف أموات وخلف ناس بعاهات مستديمة، كاينين الناس اللي بشلل رباعي. يعني لا يعقل أن الممرض هو الأكثر احتكاكا وهو اللي كيتقاضى أقل أجرا في التعويض عن الخطر المهني. كذلك كاينين نلفتوا الانتباه التقني المختبر، فهما اللي كيعملوا وسط الفيروسات وسط العدوى وسط المواد الكيماويه، كنقولوا ان تقني اشعه هما اللي كيخدموا وسط الاشعه، هما اللي كيديروا لي غاديو، هما اللي كيخدموا كفئه بوحدهم في مراكز الاشعه. عاد باقي الفئات راه كاع فئات التمريض، كاع فئات الممرضين الخمسه، كاع كلهم يشتغلون وسط الخطر المهني. فانا الان الاوان لانصاف الممرض في التعويض عن الخطر المهني.